للشدى والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفى المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفي حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، فمن أهم الأمور التي ينبغي توضيحها لأنفسنا أولا ولمشاهدينا ثانيا ومصطلح أهل العلم والعلماء، لأننا نرى أن هذا اللفظ وأن إطلاق هذا المصطلح أصبح من جهة مميعا، فقد يطلقه بعض الناس بل كثير من الناس على كل من أحسن إلقاء خطبة أو كتابة مقال أو ثبت في موقف، وقد يضيق منه بعضهم فيحصره في زمرة معينة في فن خاص من الفنون الشرعية. فحبذا توضيح مصطلح العلماء لنا أولا كما ذكرت ولمشاهدينا ثانيا، جزاكم الله خيرا. كلمة العلماء أصلا مستنبطة من مسألة العلم، من كلمة علم، علم. والعالم قد يكون عالما موسوعيا وقد يكون عالما متخصصا وقد يكون مبتدئا وقد يكون مجتهدا، ولكن لفظ العالم هذا لفظ واسع ولكنه ليس فضفاضا. فإذا قلنا فلان عالم فقد يكون عالما في تخصصه، مدركا لمسائل تخصصه. فهذا عندما نقول عنه عالم فإنما هو عالم يفتي فيما هو له أهل ومن تخصصه. إذا تجاوز هذا التخصص حينئذ لا يسمى عالم، حينئذ يكون قد دخل، قد غامر بنفسه في مجال يفسد فيه أكثر ما يصلح، يعني متعالما يعني. نعم، متعالم. وقد يكون الرجل البسيط الذي نتصوره نحن ونقول عنه رجلا بسيطا عالم بآية من كتاب الله عز وجل وبتفسيرها، فإذا بلغها فإنما هو عالم بدرجة ذلك الذي تكلم فيه. فإذا تجاوز هذا المجال أصبح مقتحما كالمقتحم الهيجاء بغير سلاح. إذن فالعلم كلمة فضفاضة واسعة ولكنها ليست فضفاضة. يدخل فيها الذي يعلم الآية والحديث، ويدخل فيها المجتهد في علم بذاته، ويدخل فيها العالم الموسوعي. الآن العلماء الموسوعيين يعني قلال كثيرا وجدوا في قرون ماضية، لأن البيئة كانت تساعد، لأن يعني الشاب كان يجد مبتغاه منذ طفولته ومنذ نعومة أظافره المدارس وأهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. العلم مراتب، والعلم مجالات وتخصصات، لأن الله تبارك وتعالى عندما كلف المؤمنين كلهم بأن يدعوا إلى الله، ومن شروط الدعوة العلم. فقد يقول لك إنسان لم يؤتى نصيبا وحظا وافرا من العلم، يقول لك أنا لست مكلفا بأن أدعو إلى الله لأني لست عالما. نحن نقول له لا، أنت مخطئ، أنت مكلف بأن تدعو إلى الله فيما تحسنه. إذا تجاوزت ما تحسنه فأنت حينئذ تكون قد أفسدت.
أما الذين يتكلمون في المسائل كثيرها وفي دقائق العلم وفي كبار الموضوعات، فهؤلاء هم العلماء الراسخون في العلم اللي ربي سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه الكريم. وأما الراسخون في العلم فيقولون هذا، فيقولون كل من عند رب، آمن به كل من عند ربنا، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. في الحقيقة حتى نبين لإخواننا خاصة طلبة العلم فضلا عن العوام، أمثالنا طلبة علم أحسبوا أنفسنا إن شاء الله أطلبوا العلم ولو قليلا، ومن إخواننا من عامة الناس الذين يحسنون الظن بنا وفيسألوننا، فحتى نقرب إلى الأذهان التعريف بالعالم فنقول لهم ارجعوا أولا إلى ما ذكره علماء الأصول في درجات الاجتهاد في بيان العالم الذي يحق له الاجتهاد، فإنهم يذكرون شروطا لذلك، ومن أبرزها ومما لا ينبغي أن نختلف فيه هو تحصيل العلوم الشرعية من علم بتوحيد الله عز وجل، من علم بتفسير كلام الله تبارك وتعالى، إذ لا يعقل أن الذي يجهل بتفسير آية من كتاب الله عز وجل أن يخوض في غير ذلك بعد ذلك، أيضا أن يكون متضلعا في علم السنة عارفا بصحيحها من ضعيفها، كذلك يكون له علم لا بأس به، لا نقول يصير مثل سيبويه يكون عالما باللغة العربية، كذلك يكون متبصرا بالواقع الذي يعيش فيه حتى يعرف الإجابة عن النوازل. فهناك إذا نقول ارجعوا إلى كتب أصول الفقه حتى تروا درجات العالم كيف يعرف هذا العالم. لكن في الواقع عند الإطلاق، وهذه لا بد أن يسمعها إخواننا من طلبة العلم، عند الإطلاق لا يقصد بالعالم إلا العالم بالفقه. نعم قد يكون إنسان عالما بالنحو يقيد، يقول فلان عالم بالنحو، فلان عالم في أصول الفقه، فلان عالم في التفسير، حتى التفسير يقيدونه عالم في التفسير، إلا علما واحدا لا يقيدون به، يقول فلان عالم أي بالفقه، مطلعا على جميع أبواب الفقه، ولا شك لا يخفى عليهم حتى لا نهدر ما ذكره الأصوليون من تلك الشروط، لأنه يستحيل أن يكون العالم متضلعا في الفقه إلا وهو متبصر في الوقت نفسه بالقرآن بصحيح السنة بأصول الفقه باللغة العربية، لأن الفقه مبني على ماذا؟ لأن الفقه مبني على كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على القواعد الفقهية والأصولية، على معرفة قدر لا بأس به من اللغة العربية ونحو ذلك. إذن الفقيه المجتهد الذي فقهه مبني على الدليل يقتضي الإحاطة بالعلوم الأخرى، لكن العالم بالنحو لا يقتضي أن يكون ملما بالفقه والتفسير نحو ذلك، العالم بالأصول لا يقتضي أنه ملم بالعلوم الأخرى. فلابد، لماذا نقول هذا؟ لأنه صارت تطلق كلمة العالم اليوم على من هو متخصص في فن معين، هذا إن سميناه فن معين من الفنون يسمى عالما، جزء من فن، ثم يرجع إليه في المسائل المتعلقة بالعلوم الأخرى. هنا مكمن الخطأ. فإذا كان شخص مثلا متضلعا في علم الحديث فإنه يرجع إليه في علم الحديث، ولكن لا يعني ذلك أنه متبحر في العلوم الأخرى، فضلا أن يكون متبحرا في الأمور الواقع. ومن هنا يحق لنا أن ننبه إخواننا على ضرورة معرفة أن العالم أول شيء ينبغي أن يكون مبرزا في الفقه الإسلامي، فلا يمكن أن يتصور أن يطلق هذا اللفظ الشريف على من لم يلم بالمسائل الفقهية جميعها من ألفها إلى يائها. وهذا ما نقول لهم، يعرف العالم طبعا إما بتزكية أهل العلم له دون حصر كلمة أهل العلم في أشخاص معينين حتى لا يكون هذا اللفظ عاما مرادا به الخصوص، لا، تزكيات علماء، أو أحيانا تفقد هذه التزكية لتعذر الحصول عليه، فيعرف بمنتوجه العلمي
بأجوبته الفقهية بأنه ولله الحمد ما من شاردة ولا واردة إلا وله فيها مقال وله فيها صولة وجولة وبيان وتوضيح، فهذا هو العالم الذي يرجع إليها الناس. لكن هل يعني أن هذا العالم خلاص يعني يرجع إليه في كل شيء حتى في القضايا الكبرى؟ نقول لا، هناك درجات لأهل العلم، فهناك صغار العلماء وهناك أواسط العلماء وهناك كبار العلماء، وهذه الدرجات تعرف بساعة رسوخهم في العلم بحسب أعمارهم والسنين والأعوام التي قضوها وهم يتبحرون وينهلون من علم الله تبارك وتعالى. فمثل احنا نقول احتراتي يسألون عن مسائل احنا فنجيبهم، قلهم يا أخي الكريم نحن لا نحسن الخوض في هذا، هذه المسائل الكبار للعلماء الكبار، وننظر لهم بمثال توضيحي فقط. فنقول لهم هل يعقل أن نسأل معلما مدرس في الابتدائي نقول له درسنا برنامج تاع الجامعة؟ يقول لي لا. نقول له كذلك نحن ندرس ما نحسنه من مسائل، ولكن هذه المسائل الكبار ندعها للعلماء الكبار فهم الذين يجيبون عنها، فحتى لا نخلط حتى لا يختلط مصطلح العالم لدى الناس فيظن كل عالم يسأل عن كل شيء. لا، هناك كبار العلماء الذين قضوا شأوا ونصف قرن مثلا من السنوات وهم يتبحرون في العلم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإجابة عن أسئلة الناس بالواقع الذي عاشونه، لأن الواقع والتجارب تصقل العالم. ندى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أمر الله تبارك وتعالى العلماء بحسن البلاغ والبيان، أمر الله تبارك وتعالى عامة المسلمين برد الأمر حين التنازع إلى الله والرسول ثم إلى أولي الأمر. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو الضابط. عندما يحدث النزاع في الأمة ينبغي رد الأمور المتنازع عليها إلى الأصل الذي لا يزول ولا يتحول، اللي هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الضابط والميزان. والله تبارك وتعالى أمر في آية أخرى، أمر المسلمين ألا يكونوا أبواقا لنشر الإشاعة وألا يكونوا أبواقا لترديد الأخبار صحيحها أو خاطئها وكاذبها. الله تبارك وتعالى قال للمؤمنين، وهذه الآية يعني الراجح أنها نزلت بين أحد والأحزاب لما كانت الأمة في حاجة إلى صياغة وتربية أمنية وتربية سياسية وتربية مجتمعية، الله عز وجل أمر المؤمنين ألا يرددوا الإشاعات وألا يقولوا أي شيء يسمعونه. وش يقول لهم ربي عز وجل؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله تبارك وتعالى أمر المؤمنين كما أمر العلماء بحسن البلاغ والبيان، أمر عامة الناس من المسلمين برد الأمور إلى أهل العلم الذين يستنبطون والذين يستنتجون قبل إذاعة الأخبار وقبل إذاعة الكلام وقبل نشر الإشاعات التي يمكن أن تتسبب في صدع هذه الأمة ويمكن أن تتسبب في تفتيت وحدتها وتشتيت صفها. إذن تلاحظوا أيها الإخوة المشاهدون أن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعطى الأمر لهذا وأعطى الأمر لهذا ويكمل بعضهما بعضا. فالذي أمر العلماء بحسن البلاغ وعدم كتمان الحق هو ذاته سبحانه الذي أمر عامة الناس حين التنازع برد الأمور إلى الله عز وجل وإلى الرسول وإلى أولي الأمر.
شكون هما أولو الأمر؟ هم العلماء الربانيون، العلماء الربانيون الذين يحسنون البلاغ عن الله وعن الرسول، ولا يخشون في الله أحدا، ولا يخشون في الله لومة لائم. إذا تلاحظوا أيها الأحباب بأن القرآن الكريم هو منهج تربية، هو كتاب تربية، يربي هذا بأمر ويربي هذا بأمر، اللي في النهاية يعطينا مجتمع، مجتمع متماسك، مجتمع لا تنتشر فيه الإشاعة، مجتمع لا ينتشر فيه الكلام الذي يفتت وحدة الصف، مجتمع الذي يرد الأمور المتنازع فيها حتما إلى الله والرسول. بهذا يكون الأمن المجتمعي، وبهذا يكون السلام المجتمعي، فلا تنتشر الأخبار الكاذبة ولا الإشاعات المغرضة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نفحات نفاضت علينا الهدى، للشذا والندى قد مددنا اليد، نفحات نفاضت علينا الهدى. من المسائل التي ينبغي توضيحها وتقريبها لدى العامة جميعا، وهي تعد مشكلة من مشكلاتهم التي قد تسبب لهم الحيرة، قد تسبب لهم الإحباط، قد تسبب لهم أخطر شيء أراه فيما يبدو لي هو فقدان الثقة. هذا الشيء هو ما يجدونه من ركام كبير وعظيم من الخلاف الواقع بين منابر الدعوة الإسلامية، سواء في الفقهيات أو في الأمور العقدية أو في الأمور الدعوية وغير ذلك. وهذا كان يشتكي منه الناس منذ قديم الزمان، لكن اليوم تضاعفت الشكوى لتضاعف قوة الإعلام. فعادت المنابر قديما كانت منحصرة في الكرسي العلمي ومنبر الجمعة، اليوم منابر الدعوة أخذت أبعادا أخرى في الجو الإعلامي، كالشبكة العنكبوتية وفروعها. وكثيرا ما كنت أذكر لإخواننا أنه من استلهم مواقفه وعلمه من الشبكة العنكبوتية فليتذكر أن أوهن البيوت بيت العنكبوت. فلذلك كيف نجيب هؤلاء الحيارة الذين دائما يسألوننا من نصدق، نصدق من ونتبع من، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فالجواب إن شاء الله تعالى سهل يسير، ولا يسير إلا ما يسره الله، وهو أن العامي ليس درجة واحدة. فعامة الناس أي الذين هم ليسوا بطلبة علم في الحقيقة هم درجات من حيث قوة الإدراك أو ضعفه أو عدمه. فمنهم من لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، لا يستطيع التمييز بشيء، حتى لو فهمته أقمته وأتيته بالدليل لا يفهم الدليل أصلا. فهذا في الحقيقة لا حرج عليه ولا يحاسب ولا يأثم، ما دام يعمل بما يعتقد أنه صوابا، يثق في شخص، في علمه، في دينه، فمذهبه مذهب من يفتيه. ولكن هناك درجة يعني أقوى من هذه الدرجة، وهو من يستطيع التمييز. هناك عامة يستطيعون التمييز، ولا ينبغي لنا أن نجعلهم كلهم في زمرة واحدة، لأننا إذا جعلناهم زمرة واحدة إما أن نظلمهم أو نظلم الشريعة، كأمثال أولئكم مثلا الذين يدعون إلى العامية من وقت لطف السيد إبراهيم المصري إلى أيامنا هذه، يدعون إلى استعمال العامية في الخطاب الأكاديمي وغير ذلك حتى تعود اللغة العربية غريبة. فجوابنا لهؤلاء الذين يريدون للناس أن يتحدثوا بالعامية، قلنا لهم لماذا؟ قالك لأن الناس لا يفهمون خطابكم. قلنا لهم لماذا المسنون يفهمون القنوات الإخبارية مع أنها بالفصحى، يفهمون الأخبار جيدا مع أنها باللغة العربية الفصيحة، والنساء يفهمون المسلسلات المدبلجة مع أنها باللغة العربية الفصيحة، والأطفال الصغار يفهمون الرسوم المتحركة أفلام الكرتون مع أنها باللغة العربية الفصيحة. جئت فقط إلي ولا تفهموني، ففي الحقيقة هذا ظلم. إنما
نخاطب الناس باللغة العربية المعتدلة المتوسطة، ليست تلك اللغة القديمة العويصة التي لا يفقه إلا النظر اليسير من الناس. لماذا نذكر هذا؟ حتى لا نحتقر العامة، العامة لهم إدراك، لهم قوة، فمن استطاع منهم التمييز بين الحق والباطل فهذا عليه أن يتذكر أن الله عز وجل سيحاسبه بما يعتقده وفقا للدليل. فإذا كان هذا المفتي الذي أنصت له أو ذاك المتكلم الذي استمعت إليه إذا كان قد أتى بالحجة على قوله وعلى فتواه فيجب عليك اتباعه، وإن لم يأتي بالحجة أو كانت الحجة ضده، من ذا الذي لا يستطيع أن يميز بين قول المفتي يجوز للرجل أن يختلي بالمرأة وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم؟ هل يستطيع العام أن لا يميز بين هذا وهذا؟ يستطيع. فإذا تبين له أن كلام هذا المفتي ويبقى يحترمه أنه مخالف للدليل فهذا لا يجوز له اتباعه. فالأمر إذن مبني على تمييزك، إذا كنت تستطيع التمييز فاتبع من يفتيك بالدليل من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عليهم. قد يقول كل يستدل بالكتاب والسنة، نقول اعمل بما تقتنع أنه صواب إن شاء الله، ولكن ننصح دائما أنفسنا وإخواننا، وهذا الأمر لا بد منه لأننا غفلنا عنه كثيرا، ألا وهو الدعاء. لأنه ينبغي للمسلم أن يسأل الله دائما أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. القضية مصيرية هنا. فكما نرى العامي يبذل جهده في معرفة الميكانيكي الماهر في إصلاح السيارة يبحث عنه، كما يبحث عن المرأة إذا أراد أن يتزوجها بل ربما أبلغ، كما يبحث عن الكهرباء الذي يصلح الكهرباء، بائع البيتزا الماهر جيد. يعني يبذل قصارى جهده في معرفة هؤلاء، ولا يبذل قصارى جهده في معرفة المفتي الذي يكون محقا في جل المسائل. فينبغي أن يبذل جهده. وأيضا أقول أعود فأقول إذا كان قد بذل جهده عليه أيضا أن يستعين كما ذكرت بدعاء المولى عز وجل. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى الناس يقينا في الله وأعلم الناس بالله، كان يقوم الليل ويستفتح الدعاء صلاته بالدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. واختار وتوسل إلى الله بربوبية الله لهؤلاء الملائكة الكرام، لأن جبريل حياة الوحي، وميكائيل حياة الزرع والنبات، وإسرافيل حياة الناس من بعد الموت. فهو يا رب ربوبيتك لحياة هؤلاء أحي قلبي عند اختلاف الناس. إذن فالمسلم عليه أن يدعو الله تعالى ويبذل السبب. ما هو السبب؟ البحث عن الدليل فقط. ذاك الذي تعتقده إن كنت تراه صوابا لن يحاسبك الله ولو أخطأت، والله تعالى أعلم. قلب بها قد شدى للشذا والندى، قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. والشيخ منير هذا النبغة الذبياني، وانت واش من نبغة قريت له؟ النبغة الجعدي، الشيباني. أي النوابغي؟ نبغى الجعدي، هذاك البيت المشهور، إن بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإن لنبغي فوق ذلك وإن لنبغي فوق ذلك سلما. إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أخا بني جعد؟ نعم. قال إلى الجنة يا رسول الله. قال فإلى الجنة إذن. اللهم صل وسلم عليه. فيما يخص الكتب، يعني واحد الكتاب لا كل الجزائريين يعرفونه، يعني من تفوق عمره 45 وكذا، وجدته في البيت، لست أدري يعني كيف وقع في البيت. هو وصية أبي هريرة. يا أبا هريرة، من قل ما أظافره يوم الأربعاء أصيب بالجذام. يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، من كما يا علي كما يا علي كان وصية أبو هريرة. وصية أبي علي، وصية علي متأخرة. وصية أبي هريرة هذا كتاب كتيب حوالي 30 صفحة 40 صفحة يعني، وكنت نقراها على جدتي رحمها الله.
كأنه كتاب فقه، معناها لما تقول يا أبا هريرة من قلم أظافره يوم الأربعاء أصيب بالجذام، حكم فقه، حكم فقه، يعني ما كانش اللي ما قصد فارا على ربعه، من أكل ما شرب الماء مثلا بعد كذا يصاب بكذا، خلاص ما كانش اللي يشرب الماء، يعني هو كتاب ما لا لا, لا ليس له مؤلف. الأول كتاب قريته كنت صغير في ابتدائي، ثم أول كتاب اقتنيته حقيقة لا أذكر كيف يعني وقع في نفسي الإعجاب به والانتباه إليه، اشتريته يعني بخالص مالي، هو كتاب كيلة ودماء لابن المقرفع. حق كتاب يعني أثر فيها كثيرا بسلاسته و أدب كبير، ترسله يعني في الكتابة أو يعني السهد الممتنع، أسلوبه مثل أسلوب يعني جاحظ، أسلوب يعني أنسى الناس في أنسى الناس في مؤلفه إيه الأصلي. يعني قريته وقريته 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 يعني حتى هذا الوقت يعني تقريبا حفظت كل قصص كيلة ودي. نعم. وقع لي طبعة قديمة، ثم بعدها بسنة أو سنتين طبعت تلك الطبعة الحجم الكبير المصور اللي كان فيه طالب الإبراهيمي كان مشرفا عليه أو كتبه مقدمته أو شيء من هذا القبيل. هذه الصور إحنا صغار كذلك يعني عاودت شريت النسخة الكبيرة هذه المصورة مطبعة عندنا في لبنان، فكانت أنا نسخة يعني جيدة جدا بالنسبة للطفل، القصة مع الصورة يعني مؤثرة. الكتاب الأول القديم مطبوع في مصر نص فقط يعني بدون تصوير. ثم الكتاب الذي تحدثت لكم عنه يعني قبل قليل يعني قبل ما نبدأ هذا المجلس، قبل الرسميات يعني عمل بروتوكولات تحت التصوير، هو كتاب الأغاني الحق لأبي فرج الأصبهاني. هذا الكتاب أعجبت به وشغفت به يعني شغفا كبيرا، لأن الوالد رحمه الله كان عنده في المكتبة مجموعة من كتب طه حسين ومن بينها حديث الأربعاء في أجزائه الثلاث، وكتاب حديث الأربعاء كان فيه كثير من المسجلات بين طه حسين والرافعي والعقاد والمازني وجماعة هذوك، فكان يكثر من ذكره ومن الاستشهاد به. وأنا كيف أعجب طه حسين، كنا صغار ذاك الوقت، كان يبث مسلسل أيام. شكون اللي ما شافوش أنا؟ كنا نتفرج يعني، كانت هذاك ذاك المسلسل يعني يظهر طه حسين بمظهر العالم العملاق العصامي الذي واجه تحديات كثيرة، حامل القرآن نعم، الفقير الأعمى الذي كتب في سيرة رسول الله والذي نعم. ف يعني طه حسين يعني دخلت له من هذا الباب، باب المسلسل الأيام. ثم لما بديت نقرأ في كتاب حديث الأربعاء يعني واحدة نفهمها واحدة ما نفهمهاش، ولكن لفت انتباهي كثيرا إشادة طه حسين بالأغاني وبالأصبهاني وكذا، واعتباره مرجعا في الأشعار وفي الأحداث وفي النقد الأدبي وكذا في التاريخ يعني للشعراء. فكان لما يعني نجحت في شهادة التعليم المتوسط، كانت الجائزة اللي طلبتها هي شراء كتاب الأغاني. كان مطبوعا عندك في 24 مجلد 80,000 ذاك الوقت، 800 دينار، 20 ألف مع عند الوالد و20 ألف مع عند الوالدة و20 ألف مع عند جدي و20 ألف مع عند جدتي. نعم شريته يعني هذيك الليلة ما رقدتش على كل حال، بقيت قاعد حاطه ونتفرج فيه واستمتع بمنظره ونقلب ونشم في الريحة، لأنه كتاب قديم أصلا مطبوع في الستينيات، وصاحب المكتبة هذا شريه من مصر من الأزهر. الأمور سهلة ذاك الوقت يعني استيراد الكتب، وكان الطريق البرية مفتوحة، كانت الناس تجيب الكتب يعني في السيارات الكبيرة هذه كذا. وقبله يعني كان كتاب كذلك يعني أثر فيه كثير معاه، كان موجود في المكتبة كذلك في البيت، وكتاب تاريخ الأدب العربي تاع حنا الفخوري. نعم ما شاء الله. وحاجة اللي كانت تعجبني كنت يعني نقلدها يعني بشكل رهيب، هو رسم وجوه الشعراء، البورتري تاع الشعراء تاع هذاك الرسام كسموه الرسام الاجنبي هذاك ايطالي ايطالي نعم، رسام ايطالي. حتى انه اظن انه هذه الصور
قد انتسخت في بعض كتب التعليم الجزائريه. نعم كانت موجوده كانه صارت كانها هي صوره الشاعر حتى صارت المعاجم صحيح. لما فعلا. يدير لك ترجمة أو يحكي لك عن الشاعر فكتاب حنا الفخوري هذا يعني كان صوري كانت أثر في بزا هي صورة امرؤ القيس وصورة المتنبي بهذيك العمامة هذيك رجعوا لها ذوك في وهذيك اللحية وسائل التواصل الاجتماعي يرجعوها الصور هذه أنت يعطي يرجعك بهذاك الشكل تاع الصورة القديمة التقنيات تطبيقات الصور تطبيقات الصور فالحق الأغاني يعني الحمد لله يعني اعتبره الكتاب الذي يعني حبب الي اللغه العربيه هذا المقصود وحبب الي الشعر وحبب الي التاريخ فعلا. وحبب الي السيره لانه يعني في ربما لو جمع ما يتعلق بالسيره وحدها في كتاب الاغاني بغض النظر عن الاسانيد يعني وعدم يعني صحه كثير منها وكذا ولكن نتكلم على الاجمال يعني ما يتعلق بالسيره في الاغاني ربما قد يبلغ 3 مجلدات أو 4 حين يترجم للشعراء من حسان كعب بن مالك فعلا. ويتحدث عن غزوة بدر وعن أيام العرب وما ذكر يعني من الأشعار في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته ففي الحقيقة يعني هذا الكتاب وما زلت إلى اليوم يعني أعتبره يعني هو لما نحب الرياح نقرأ حاجة يعني لا تستطيع له الأثر الأكبر في النفس الجهد يعني نروح لكتاب الأغاني وأذكر جيدا أنه طه حسين يحكي أظن في يعني صاحب ابن عباد أو أنه لما كتب الأغاني استغنى عن مكتبة كاملة يعني كان يحمل يعني أحمال عدد من الإبل يعني تخلى عنها وأصبح لا يحمل معه إلا كتاب أغاني كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهاني مع بعض الكتب الأخرى لكل حال بعد في إسلاميات للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفى المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفي حكمة نجتلي مشهدا لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعاني